الحل واحد، العودة إلى دين الله، نصلح ما بيننا وبين ربنا. ثانيا، البدء بتوحيد الله، التركيز على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ثالثا، الجد والاجتهاد في كلمة جمع كلمة المسلمين على هذه المبادئ. الأمر الرابع، البعد عن الخلافات والأهواء واختلاف الرأي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمر الخامس، عدم التلاوم فيما يحدث، وإنما علينا أن نبدأ في العودة إلى الله والجد والاجتهاد في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو الحل، ولا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين على غير هذا الحل. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.